بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي النهارده ان شاء الله اول محاضرات الجاسترو انتستاينال ديزيزز، جاسترو انتستاينال تراكت ديزيزز. معاكم دكتوره نسرين عبد التواب، اسيستنت بروفيسور اوف باثولوجي. زي ما انتوا عارفين الجاسترو انتستاينال تراكت دي تراكت طويله بتبتدي من فوق بالاورال كافيتي وتنتهي من تحت بالانال كانال. النهارده ان شاء الله هناخد الديزيزز اوف اورال كافيتي. الاورال كافيتي بيبقى لايند باي نون كيراتينايزنج سكويماس ميكوزا، يعني بستراتيفايد سكويماس ابيثيليوم زي السكن، بس هو نون كيراتينايزنج. السكن غالبا بيبقى كيراتينايزنج ابيثيليوم. والاورال كافيتي بيبقى مليان السكريشنز اوف سليفري جلاندز اللي هي اللعاب. يبقى الاورال كافيتي is lined by non-keratinizing squamous mucosa and is passed in secretions from both major and minor salivary glands. وبما انه نفس ال structure of the skin، فعلشان كده ال oral cavity بيحصل فيه نفس ال inflammatory والneoplastic processes as the skin، يعني نفس طريقة الانفلاميشن ونفس التيومرز او الاورام اللي بتحصل في السكن هي في الاورال كافيتي. هنبتدي بالانفلاماتوري كونديشنز اوف ذا اورال كافيتي. عندنا اول حاجة اسمها ابسس ألسرز. الابسس ألسرز دي بتبقى small ulceration of oral squamous mucosa، والاسباب بتاعها كتير. can be caused by different types of food، في بعض انواع الفود بتعمل injury للاورال ميكوزا وتعمل لنا ulcer، وفي بعض انواع الفيرال انفكشن لو الواحد اتصاب بيها تعمل لنا abscess ulcer. والالسرز دي بتبقى characteristic ان هي بتبقى small ulceration. الالسرز دي غالبا بتبقى typically self-limited، يعني مش بتحتاج علاج، ممكن تخف لوحدها. but may be an indication of underlying systemic diseases، يعني لما نلاقيها ممكن نشك برضو ان في ديزيز تاني موجود في الجسم خلينا ندور عليه. يبقى الابسس ألسر تبقى غالبا self limited disease، بتختفي لوحديها، بس اهميتها ان هي بتبقى indication underlying systemic disease. الالسرز دي بتبقى سيفير شوية وبينفول، بتبقى painful ulcers. اي واحد الواحد لما بياكل او بيعمل اي حاجة بتوجعه، they are painful ulcers. وغالبا ممكن تحصل نتيجة reactivation للهربز simplex virus type 1 and type 2. يبقى الابسس ألسرز small ulcers في الأورال ميكوزا، ممكن caused بفود أو بفيرال infection، تبقى self limited تختفي لوحديها يعني، بس بتبقى painful. وأهميتها إنها بتبقى indication underlying systemic disease، وممكن تحصل نتيجة الهرب السيمبليكس فيروس تايب 1 أو تايب 2. تاني حاجة من الانفلاميشن اللي بيحصل في الأورال كافيتي حاجة اسمها لايكن بلانس. لايكن بلانس is a chronic inflammatory process. The chronic inflammation can involve the skin or any area of the فيها squamous mucosa، ومن ضمنها squamous mucosa of the oral cavity. The lichen planus the chronic inflammation ممكن يحصل في السكن او في الاورال كافيتي. يبقى ليه حاجه كاركترستيك كده واحنا بنشوفه العينه منه تحت الميكروسكوب، بيبقى فيه كاركترستيك linear or band like chronic inflammatory cell infiltrate، يعني تلاقي تحت السكويماس ميكوزا الانفلاماتوري سيلز كرونيك دي غالبا بتبقى ليمفوسايتس، تبقى متجمعه كده في خط او باند لايك زي شريط من الانفلاميشن تحت السكن اور اورال ميكوزا. هنا عندنا شكل الابسس ألسر جروسلي لما نيجي نشوفها بعينينا، تبقى سمول ألسريشن اوف اورال ميكوزا، تبقى فيري بينفول.
وهنا ده شكل اللايكن بلانس، شكله لما بنشوفه بعينينا عبارة عن كرونيك انفلاميشن، وبيبقى فيه ريدنس للميكوزا وفي حتت وايتش. اوكي، غالبا بيبقى قريب من الحتة اللي هي بتبقى فيها شارب تيس. ولما نيجي نشوفه تحت الميكروسكوب هنلاقي استراتيفايد سكويمس ايبيثيليوم من فوق، وتحتيه الانفلاميشن ماشي في شريط كده، شريط من الكرونيك انفلاماتوري سيل، باند لايك كرونيك انفلاماتوري سيل انفلتريت. طيب ايه انواع الالسرز تاني اللي ممكن تحصل في التانج او في الاورال كافيتي غير الابسس ألسر؟ التانج ألسرز ممكن تبقى ديسبيبتيك ألسرز. يعني ايه ديسبيبتيك؟ يعني سبب بتاعها بيبقى غالبا جي اي تي ترابل، في مشكلة في الجاسترونتستينال تراكت في حتة تانية وظهر لنا على هيئة ديسبيبتيك ألسر موجودة في التانج. ممكن تبقى دينتال ألسر، الشارب توس ممكن تعمل لنا دينتال ألسر، ألسر في التانج أو في الأورال ميكوزا نتيجة وجود سنة مثلا شارب أو سنة مكسورة اسمها بتعمل دينتال ألسر. السيفلس مرض في اسمه الزهري. السيفلس في أي ستيج هو ليه 3 ستيجز، أي ستيج من السيفلس بيبقى معاها ألسرز في التانج. التي بي تيبركلوزز أو الدرن، الدرن برضو بيعمل ألسرز في التانج، وغالبا بيبقى مع حالات الأوبن بالموناري تيبركلوزز. يعني التي بي بيبقى موجود في الرئة في اللانج وبيبقى أوبن، يعني بيطلع السكريشنز مع الكحة مع الكف وجواها البكتيريا بتاعة تيبركلوزز، فبتعمل لنا بتطلع على التانج وتعمل تانج ألسرز. كمان الكارسينوما، السكويموس سيل كارسينوما في التانج بتيجي على هيئة ألسر، والكارسينوما غالبا بتحصل بعد الكرونيك إيريتيشن أوف ذا تانج. يبقى إيه الديفرنشال ديجنوزز أوف تانج ألسرز أو إيه أنواع التانج ألسرز؟ ممكن تبقى ديسبيبتيك يعني سببها حاجة في الجي أي تي، أو دينتال سببها شارب توس، أو سيفلس، أو تي بي، او كارسينوما سكويموس سيل كارسينوما. وممكن تعدي الكومن تايبس اوف تانج ألسرز، ان هي ممكن تحصل مع ديزيز التانية كتير زي اللي موجود في الجدول، لكن اللي عليكم اللي هي الكومن تايبس اللي هو الخمسة تايبس دول. بعد كده ندخل على التيومرز اوف ذا اورال كافيتي. احنا قلنا الاورال كافيتي lined by squamous epithelium non-keratinizing squamous epithelium، وبالتالي التيومر الكومن اللي بيحصل في الاورال كافيتي اللي هو السكويموس سيل كارسينوما. يبقى the predominant tumor of the oral cavity is squamous cell carcinoma. السكويموس سيل كارسينوما بتبقى ليها strong association with tobacco use، يعني الناس اللي سموكر او الناس اللي بيمضغوا التوباكو دي في بعض الاماكن بيمضغوا التوباكو مش بيدخنوه، فكل ده بيعمل لنا سكويموس سيل كارسينوما اوف ذا تانج. يبقى سكويموس سيل كارسينوما اوف ذا اورال كافيتي تبقى سترونجلي اسوشييتد ويز توباكو يوز سموكينج اور سموكليس توباكو. كمان بيبقى مع الهاي الكحول كونسامبشن، يبقى مع السموكينج ومع الهاي الكحول كونسامبشن. قبل ما تعمل سكويموس سيل كارسينوما بتمر بمرحله، مرحله ابيثيليال ديسبليزيا، يعني الخلايا سكويموس ابيثيليال سيلز بتتغير في الاول، بتتحول لديسبلاستيك سيلز، وبعد شويه بتعمل لنا انفيزيف سكويموس سيل كارسينوما. وفي حاجة قبل الانفيزيف سكويموس سيل كارسينوما كومنلي بيستخدموها الدكاترة الجراحين بيقول عليها اسمها لوكوبليكيا. اللوكوبليكيا دي is a clinical term، يعني كلمة بيستخدمها الجراحين is a clinical term referring to white patches in the oral squamous mucosa. نلاقي فيه اماكن كده او باتش بقعة لونها ابيض في الاورال ميكوزا،
دي الجراحين على طول يسموها لوكوبليكيا. يبقى لوكوبليكيا is a clinical term referring to white patches in the oral squamous mucosa. لما بنيجي بناخد منها عينة تحت الميكروسكوب هنلاقي فيها حاجة اسمها acanthosis. acanthosis يعني thickening of the squamous mucosa. يبقى اللوكوبليكيا بيبقى فيها acanthosis أو thickening of the squamous mucosa and hyperkeratosis. في كيراتين ابتدى يظهر كتير و thickening للسكويموس ميكوزا. لاي في هايبركيراتوزيس و باراكيراتوزيس. باراكيراتوزيس يعني الكيراتين بقى فيه نيوكلياي، نيوكلييتد كيراتين. يبقى اللوكوبليكيا دي وايت باتش تظهر في الاورال ميكوزا. تحت الميكروسكوب هنلاقي في thickening of the squamous mucosa بنسميه acanthosis. هنلاقي ابتدى يظهر كيراتين ويبتدي يظهر بثيك اريا فبنسميه هايبركيراتوزيس. والكيراتين ده ممكن يبقى فيه نيوكلياي فبنسميه باراكيراتوزيس. طب ايه سبب الوايت باتش دي اللي هي اللوكوبليكيا؟ اللوكوبليكيا لما بيشوفها الدكتور بيشك يا اما دي انفلاماتوري بروسيس ريزلت فروم انفلاماتوري كونديشن اور رياكتيف كونديشن. يا اما انفلاماتوري كونديشن or reactive condition، يعني في سبب في التهاب موجود عمل لنا الوايت باتش دي، لكن بيخلينا نشك او بيخلينا ناخد بالنا ان اللوكوبليكيا دي can be sign of epithelial dysplasia. خلينا ناخد بالنا ان ممكن يبقى في ديسبليزيا في الابيثيليوم اللي موجود، وممكن بعد شويه اللوكوبليكيا دي يتحول او تحصل بعدها سكويموس سيل كارسينوما. يبقى اللوكوبليكيا ده اصله كلينيكال تيرم عباره عن وايت واتش باتش في الاورال ميكوزا. تحت الميكروسكوب هنلاقي فيه اكانثوزيس هايبركيراتوزيس وباراكيراتوزيس. سببها بيبقى في الاول انفلاميشن او رياكشن لاي حاجه اتاخدت دخلت الاورال كافيتي، لكن بيخلينا ناخد بالنا ان هي ممكن تبقى ساين من ابيثيليال ديسبليزيا وان ممكن يحصل بعدها سكويموس سيل كارسينوما. طيب السكويموس سيل كارسينوما بقى اوف ذا اورال ميكوزا اللي هي الانفيزيف سكويموس سيل كارسينوما دي منها نوعين، ممكن تبقى كيراتينايزنج يعني جواها كيراتين او نان كيراتينايزنج. يبقى الانفيزيف سكويموس سيل كارسينوما ممكن يبقى جواها كيراتين، تعمل سيل نست جواها كيراتين بنسميها كيراتينايزنج، او ما فيهاش كيراتين عباره عن مالجننت سكويموس سيلز بس بنسميها نان كيراتينايزنج سكويموس سيل كارسينوما. وغالبا بيبقى معاها انلارجمنت اوف ليمف نودز، بتبقى السيرفايكال ليمف نودز او السب مانديبولار ليمف نودز او السب منتال انلارجد، بيبقى معاها انلارجمنت اوف سيرفايكال ليمف نود، وده بيدلنا ان حصل ميتاستاسيس او حصل سبريد للليمف نود ليمفاتيك سبريد. وعلى حسب مكان البرايمري تيومر هيبقى الجروب اوف ليمف نود انفولفد، يعني موجوده فين، ممكن تبقى موجوده مثلا قريب من السب مانديبولار يبقى السب مانديبولار ليمف نود هي اللي انلارجد، عند مثلا التيب اوف ذا تانج يبقى السب منتال ليمف نود هي اللي انلارجد، عند السايد اوف ذا تانج يبقى غالبا تبقى موجوده في السيرفايكال ليمف نود. يبقى الانفيزيف سكويموس سيل كارسينوما ممكن تبقى كيراتينايزنج او نان كيراتينايزنج تحت الميكروسكوب، بيبقى معاها ليمف نود انلارجمنت نتيجة ليمف نود ميتاستاسيس. السكويموس سيل كارسينوما اوف ذا اوروفارينكس، الحتة ما بين الاورال كافيتي والفارينكس بنسميها اوروفارينكس. السكويموس سيل كارسينوما اوف ذا اوروفارينكس كان بريزنت ويز ميتاستاتيك ديزيز metastatic disease in cervical lymph nodes before the primary tumor is identified. يعني السكويموس سيل كارسينوما اللي بتحصل في منطقة الأوروفارينكس ممكن بتيجي على البيشنت بليمف نود انلارجمنت، يعني يجي المريض يقول ان عنده الغدد الليمفاوية كبرت
ومش حاسس بحاجه في الاورال اوروفارينكس، مش حاسس بحاجه في الاوروفارينكس. احنا بعد ما بنفحصه ونعمل له الاشعاعات والمناظير اللازمه بنلاقي في ماس موجوده في الاوروفارينكس، يعني البرايمري تيومر ما بيبقاش واضح، مش بيجي يشتكي منه العيان. العيان بيجي بيشتكي بسيرفايكال لينف نود، يعني اول بريزنتيشن للبيشنت بيبقى ميتاستاتيك ديزيز ان ذا سيرفايكال لينف نودز. هنا شكل الجروس بيكتشر اوف لوكوبليكيا والسكويموس سيل كارسينوما. زي ما انتم شايفين اللوكوبليكيا عباره عن وايت باتش كده موجودة في الأورال كافيتي أو في التنج وايت باتش، بس الباتش دي لو شلناها هيحصل مكانها بليدنج. أوكي، وايت باتش إن ذا تنج. لكن شايفين التيومر سكويموس سيل كارسينوما أوف ذا تنج؟ لا، موجودة على هيئة مالجنانت ألسر، ألسر كده الإيدج بتاعتها إيفيرتد إيدج، نيكروتيك فلور وفيها هيموريج اللي هو لونها براون. ده شكل السكويموس سيل كارسينوما. ده شكلهم تحت الميكروسكوب. شايفين اللوكوبليكيا عبارة عن اكانسوزز يعني سيكنينج اوف ذا سكويموس ابيثيليوم، وفي هنا هايبر كيراتوزز يعني ابتدى يظهر كيراتين وبقى سيك اريا. لكن دي شكل السكويموس سيل كارسينوما الكيراتينايزنج تحت الميكروسكوب، characterized by formation of cell nests. cell nests دي عبارة عن الحاجات الكوليكشنز المدورة اللي قدامكم دي. cell nests دي في السنتر بتاعها في الأحمر ده اللي هو الكيراتين، وحواليه malignant squamous cells. يبقى ده الشكل تحت الميكروسكوب، الفرق ما بين اللوكوبليكيا والسكويموس سيل كارسينوما الكيراتينايزنج لأن فيها cell nest formation. كده خلصنا الاورال كافيتي، ندخل على السليفري جلاندز اللي هي الغدد اللعابيه. ايه انواع السليفري جلاندز اللي موجوده عندنا؟ موجود عندنا ميجور سليفري جلاندز وماينور سليفري جلاندز. الميجور سليفري جلاندز نقصد بيها الباروتيد جلاند والساب مانديبولار جلاند. الباروتيد جلاند بتبقى سيروميوسينس جلاندز، لما تاخدوها في الهيستولوجي هتلاقوها عبارة عن سيروس جلاندز وميوسين بروديوسينج جلاندز او ميوسين بروديوسينج اسيناي. والساب مانديبولار جلاند دي بتبقى سيروس اسيناي بس. دول الميجور باروتيد والساب مانديبولار. الماينور بقى ماينور سليفري جلاندز، دي سليفري جلاندز سمول موجودة في الاورال كافيتي وفي الاورو فارينكس، في الاورال كافيتي والاورو فارينكس. وزي ار كومبوزد اوف فيو اسيناي اند سمول داكتس، مجموعة اسيناي صغيرين وكم داكت كده جنبهم بيعملوا ماينور سليفري جلاند، موجودين في الاورال كافيتي والاورو فارينكس. هناخد تجميع للاسباب السليفري جلاند انلارجمنت، يعني ايه اللي يكبر لنا الغدد اللعابية، الكوزز اوف سليفري جلاند انلارجمنت. اول حاجه الانفلاميشن، لو حصل انفلاميشن في السليفري جلاند هتكبر. انفلاميشن في السليفري جلاند اسمه عندنا سيالادينايتس، سيالادينايتس او انفلاميشن اوف ذا سليفري جلاند، وزيه زي اي نوع من انواع الانفلاميشن اللي بتحصل في الجسم، يعني في منه اكيوت او كرونيك، بس الكرونيك هو المور كومن، يعني ممكن يبقى في acute sialadenitis او chronic sialadenitis بس الكرونيك هو المور كومن. طب ايه اسباب الانفلاميشن of the salivary glands؟ ممكن يكون viral infection زي disease اللي اسمه mumps. viral infection ده غالبا بيحصل في الباروتيد جلاند، اللي هي الباروتيد جلاند كبرت كده نتيجة viral infection والديزيز اسمه mumps. او البكتيريال انفكشن بتعمل انفلاميشن في السليفري جلاند، او بيحصل انفلاميشن مع اوتو اميون ديزيزز زي مع جوجرنز سندروم، وده بيبقى كاركترايزد بتلات حاجات. السندروم ده اللي هو جوجرنز سندروم بيبقى كاركترايزد باي تراياد، يعني تلات حاجات،
بيبقى البيشنت عنده دراي اي، يعني عينه ناشفة ما فيهاش التيرز واللاكريميشن، ودراي ماوس لاقي بقه كده ما فيهوش سلايفا كتير، وعنده روماتويد ارثرايتس. الروماتويد ارثرايتس تلاقي عنده روماتيزم كده والتهاب في المفاصل. ثلاث حاجات دول لما يحصلوا مع بعض، دراي اي ودراي ماوس وروماتويد ارثرايتس، السندروم دي اسمها جوجرنز سندروم، وده بيبقى فيه انفلاميشن موجود في السليفر جلاند. عمل لنا دراي ماوس، ده بيبقى اوتو اميون ديزيز. اوكي، يبقى انفلاميشن في السليفر جلاند هيعمل لها انلارجمنت بنسميه سيالادينايتس، ممكن يبقى اكيوت او كرونيك، واسبابه اما فايرال انفكشن او بكتيريال انفكشن او اوتو اميون ديزيز. بعد كده في الستونز. الستونز اللي هي الحصوات، لما يحصل ميكانيكال تروما اوف ذا سليفر جلاند، اتخبط مثلا في الباروتيد او في الساب مانديبولر او اي سليفر جلاند، او حصل اي تروما، التروما دي بتعمل لنا حاجه اسمها ميوكوسيل، يعني سيست كده بيتجمع فيها الميوسين او السكريشن بتاع السليفر جلاند، سيست وتعمل لنا يتجمع فيها الميوسين اسمه ميوكوسين. الميوكوسين ده بعد شوية هيطلع بره السيست دي، او يحصل لها رابشر السيست فطلع الميوسين بره. الميوسين لما بيطلع بره بيحصل حواليه انفلاماتوري رياكشن، بيعمل لنا الانفلاميشن ده بيعمل لنا enlargement of the salivary gland. يبقى لو في ستون، يعني لو في حصوة قفلت لنا الدكت اوف ذا سليفري جلاند، هتعمل لنا الحصوة بعد شوية هتجمع السكريشنز جوه سليفري جلاند وتعمل ميوكوسيل. لو حصل اي تروما الميوكوسيل ده يحصل له رابشر، والرابشر ده يطلع الميوسيل لبره ويحصل حواليه انفلاميشن. يبقى الستون الحصوة هتقفل الدكت اوف سليفري جلاند، هتجمع الميوسين او السكريشن بتاعها جواها، يعمل سيست كبيره اسمها ميوكوسيل. بعد شويه لو حصل تروما ممكن الميوكوسيل دي رابشر، صلها رابشر طلع الميوسين اللي جواها ويحصل حواليه انفلاماتوري رياكشن، والانفلاميشن مع الميوسين الموجود يكبر لنا السليفري جلاند. اخر حاجه التيومرز. التيومرز ممكن تكبر السليفري جلاند، والسليفري جلاند تيومرز في منها بناين وفي مالجنانت. في اورام حميده اللي هي بناين تيومرز، واورام خبيثه اللي هي مالجنانت تيومرز. هنا ده شكل المامبس في الباروتيد جلاند، يعني انفلاميشن في الباروتيد جلاند عمل لنا اللي في الغده النكافيه، عمل لنا enlargement of the parotid gland، وده نتيجه viral infection. هنقول دلوقتي هنقول بالتفصيل classification of salivary gland tumors. classification of salivary gland tumors زي ما انا قلت، في benign tumors وفي malignant tumors. البناين تيومرز الكومن فيها ان بيحصل ادينوما، ادينومز، لان السليفري دي جلاند، الجلاند البناين تيومر بتاع اي جلاند اسمه ادينوما. ايه انواع الادينومز اللي ممكن تحصل في السليفري جلاند؟ حوالي 80% الخمس او من 65% ل 80% من الادينومز اوف ذا سليفري جلاند بتبقى اسمها بليومورفيك ادينوما او ميكسد سليفري جلاند تيومر. بليومورفيك ادينوما، بليومورفيك. بعد كده في عندنا حاجه اسمها مونومورفيك ادينوما. المونومورفيك ادينوما دي بتتقسم لكذا نوع، ممكن حاجه اسمها وارسنز تيومر، ده في 5-10% من الحالات وارسنز تيومر، حاجة اسمها أونكوسايتوما أقل من 1%، وفي أذر تايبز حاجة اسمها مايو إبيسيليوما وبيزل سيل أدينوما.
يبقى انواع الادينومز اوف سليفري جلاندز ايه؟ يا اما بليومورفيك او مونومورفيك. والبليومورفيك دي المور كومن. المونومورفيك بقى في منها كذا تايب، في وارسن تيومر، في اونكوسايتوما، في اذر تايب زي المايو ايبيثيليوما والبيزل سيل ادينوم. البناين تيومرز برضو غير الادينوما ممكن يبقى فيه ميزينكايمال تيومرز، وده بيبقى رير. ميزينكايمال تيومر يعني تيومر بلاد فيزلز فايبر تيشو ماسل، يعني بس بتبقى رير تيومرز. لكن الكومن الادينوماز. هنقول دلوقتي بالتفصيل البليومورفيك ادينوما. البليومورفيك ادينوما it is the most common salivary gland tumor. most common قلنا من 65% ل 80% من التيومرز بتبقى بليومورفيك ادينوما. وده اصله تيومر، it is a tumor of myoepithelial cells. tumor of myoepithelial cells في الابيثيليوم بتاع السليفري جلاندز، حوالين الجلاندز والدكس بيبقى فيه myoepithelial cells، بيطلع منها التيومر ده. التيومر ده has varied microscopic appearance، يعني تحت الميكروسكوب بيبقى ليه اشكال مختلفة، عشان كده قلنا سميناه بليومورفيك. it has variable microscopic appearance، بس عموما هو benign tumor. it is a benign tumor. هي مشكلته الوحيدة ان هو ليه high rate of recurrence after surgical excision، ان هو بيرجع تاني بيرجع تاني. although كان recur if ruptured during surgical excision، بيرجع تاني حتى لو شلناه الدكتور مش بيقدر يشيله كله فبيرجع تاني. يبقى هي هو benign tumor بس مشكلته في recurrence. رير قوي ان هو يتحول لmalignant tumor، وغالبا لما بيبقى recurrent ويرجع كذا مرة ممكن undergo malignant transformation، وفي الحالة دي بنسميه pleomorphic كارسينوما اكس بليومورفيك ادينوما. يبقى بنسميه كارسينوما اكس بليومورفيك ادينوما. يبقى البليومورفيك ادينوما ده الموست كومن تيومر اوف سليفري جلاند، وده بيناين تيومر، وهو اصله تيومر اوف مايوبيثيليال سيلز، وتحت الميكروسكوب بيتكون من كذا حاجة، يعني بيتكون من ايبيثيليال سيلز ومايو ايبيثيليال سيلز، واللي جنبيه ميكزويد اريا، واللي جنبيه حته كارتلاجينس اريا، سودو كارتلاجينس اريا، يعني بيبقى ليه اشكال كتيره تحت الميكروسكوب مش عليكم. بس اللي تعرفوه ان هو بيناين تيومر، هي مشكلته الوحيده في الريكارنس ريت بتاعه بيبقى عالي افتر سيرجيكال اكسيجن. رير ان هو يتحول لماليجنانت تيومر. وفي الحالة دي بنسميه كارسينوما اكس بليومورفيك ادينوما. بعد كده الوارسنز تيومر، ده نوع من انواع المونومورفيك ادينوما، وده بناين، it is a benign neoplasm. بيتكون من حاجتين، من اونكوسيتيك ابيثيليوم وحواليه دنس ليمفويد ستروما، يعني هنلاقي فيه ابيثيليوم كده اونكوسيتيك يعني لونه احمر، اونكوسيتيك ابيثيليوم، وهنلاقيه حواليه ليمفويد ستروما كتير، ليمفوسايتس كتيرة متجمعة تحت الابيثيليوم الأحمر ده. يبقى بيتكون من اونكوسيتيك ابيثيليوم وتحتيه دنس ليمفويد ستروما، وده بناين تيومر اسمه وارسنز تيومر. هنا الصورة اللي فوق دي ده شكل البليمورفيك ادينوما تحت الميكروسكوب، شايفين بيتكون من كذا شكل، شكلها بليومورفيك، يعني في حتة اللي هي الفاتحة دي كارتليج، وجنبيها الجزء الأزرق ده ميكزويد اريا، وبعد كده في الابيثيليال سيلز ممكن تتجمع تعمل كوردز، تعمل جلاندز، تعمل داكتس، يعني تاخد كذا شكل تحت الميكروسكوب. الصورة اللي من تحت دي صورة الوارسنز تيومر، هنلاقي الابيثيليوم لونه أحمر اللي هو الأونكوسيتيك ابيثيليوم، وتحتيه ليمفوسايتس كتير حتى في بعضهم، وبعد البابيلا دي البابيلا ريستراكشر ده عامله ليمفويد فوليكل وذ جيرمينال سنتر، الفوليكل اللي لونها اللي مدوره دي من الليمفوسايت. يبقى
يبقى ده البناين تيومرز اوف سليفري جلاند. قلنا في بليومورفيك ادينوما وفي مونومورفيك ادينوما. بعد كده المالجنانت تيومرز اوف سليفري جلاند. مالجنانت تيومرز اوف سليفري جلاند 5-10% منها او الموست كومن تايب ليها الميوكو ابيديرمويد كارسينوما. ميوكو ابيديرمويد كارسينوما. بعد كده ممكن نلاقي مالجنانت ميكس سليفري جلاند تيومر في الادينويد سيستيك كارسينوما والاسينيك سيل كارسينوما والبوليمورفوس لو جريد كارسينوما والاندفرانشيتد كارسينوما. الكومن فيهم هي الميوكو ابيديرمويد كارسينوما من 5-10% من الحالات. بعد كده الادينويد سيستيك followed by asthenic cell carcinoma والmalignant mixed والpolymorphous low grade والundifferentiated بتبقى rare شوية. All malignant tumors of the salivary glands have characteristic morphological features with glandular differentiation. يعني عبارة عن adenocarcinoma يعني في glands malignant glands or mixture of glandular and squamous epithelium يعني زي الميوكو ابيديرمويد كارسينوما هنلاقي فيه malignant glands وجنبيها malignant squamous epithelium يعني mixture من اتنين. يبقى كل tumors دي اما malignant tumors of gland with gland formation او mixture of glands and squamous epithelium. عندنا الاسينيك سيل كارسينوما من اسمها اسينيك يعني arise from acinar cells ودي بيبقى ليها characteristic cytoplasmic granularity يعني السيتوبلازم هنلاقي نقط كده في granules has characteristic cytoplasmic granularity. التيومرز دي عموما they behave as low grade malignancy يعني درجتهم في المالجنسي قليلة low grade malignancy and that tend to invade locally and metastasize late يعني كل اللي بتعمله هي local infiltration او local invasion local spread لكن distant spread اللي هو المتاستاسيس بيحصل معها late. علشان كده بنقول على tumors malignant tumors of salivary gland low grade malignancy لان هي tend to invade locally and metastasize late. grossly بتيجي على هيئة painless masses يبقى دي often present as painless masses يعني ورم كده في الغدة في الغدة سواء الباروتيد جلاند مثلا فنلاقي في ورم والورم ده بيبقى painless يعني ملوش اي الم. painless masses although parotid tumors can cause facial nerve paralysis or pain. البروتيد تيومرز بعض الانواع بتضغط على الفيشال نيرف اللي موجود في الفيس وتعمل فيشال نيرف paralysis او ممكن تعمل لنا بين في الفيشال نيرف اريا. اوكي يبقى معظم السليفري جلاند تيومرز بتبقى بينلس تيومرز عباره عن بينلس ماسز لكن الباروتيد جلاند ممكن هي الوحيدة اللي هتعمل فيشيال نيرف باراليسيس او فيشيال نيرف بين. الادينويد سيستيك كارسينوما دي نوع من انواع السليفري جلاند تيومر يبقى فيها كومن بيري نيورال انفيجن يعني بتعمل سبريد حوالين النيرفز. بيري نيورال انفيجن ويبقى كومن مع الادينويد سيستيك كارسينوما. والنوع السبريد ده this mode of spread may allow tumor to extend directly into the central nervous system along cranial nerve. بما انها بيحصل لها سبريد حوالين النيرفز فممكن توصل للكرينيال نيرفز وتدخل بيه للسنترال نيرفز سيستم. يحصل لها سبريد للسنترال نيرفز سيستم اللي هي الادينويد سيستيك كارسينوما لان فيها common perineural invasion. اي البرايمري تريتمنت بتاع اي malignant salivary gland tumor بيبقى surgical excision يبقى التريتمنت ليهم بيبقى surgical excision. يبقى malignant tumors of salivary glands بيبقى غالبا glandular epithelium هو اللي فيه malignancy
او ميكشر من جلاندر وسكويموس ايبيثيليوم. الاسينيك سيل كارسوما دي بتطلع من الاسينور سيلز. معظم التيومرز دول لو جريد مالجنسي، بيعملوا بيلنس ماسز ما عدا الباروتيد جلاند، نتيجة قربها من الفيشال نيرف ممكن تعمل بين او باراليسيس. الادينويد سيستيك كارسنوما ده النوع الكومن اللي يحصل فيه بيرينيورال انفيجن، وممكن يحصل لها سبريد للسنترال نيرف سيستم. والبرايمري تريتمنت بتاع كل تيومرز دول سيرجيكال اكسجين. بعد كده ندخل على الاستوفيجاس. الاستوفيجاس اللي هو المريء بيبقى lined by non-keratinizing squamous mucosa زي الأورال كافيتي بالظبط، بيبقى lined by squamous epithelium non-keratinizing. its wall contained well-developed muscle layers، يعني تحت السكويموس epithelium هنلاقي فيه muscle layers علشان تساعد الأكل اللي هو بلعناه هو يدخل للاستومك، to propel the swallowed food from the mouth into the stomach. الاستوفيجاس بيتكون من سكويموس ايبيثيليوم وتحتيه ماسل لير علشان الفانكشن بتاعته. تحت في الاستوفيجاس من تحت عند الجنكشن ما بينه وبين الاستومك بيبقى فيه سفنكتر او زي صمام كده بنسميه lower esophageal sphincter. ده بيمنع normally prevent reflux of gastric contents into the esophagus، بيمنع ان الكونتنت اللي موجوده في الاستومك تدخل ترجع تاني في الاستوفيجاس. يبقى اللور استوفاجيال سفنكتر اللي موجود عند الجنكشن ما بين الاستوفيجاس والاستومك prevents reflux of gastric contents into the esophagus. لو حصل disorder of esophageal motility يعني حركة الاستوفيجاس اتغيرت، او حصل في stricture يعني بقى في حتة ضيقة دي في الاستوفيجاس، all of this can result in difficulty in swallowing. هنلاقي هيحصل زي حاجة اسمها dysphagia. dysphagia يعني difficulty in swallowing، يعني البيشنت مش هيقدر يبلع الاكل كويس، نسميه dysphagia. والمشكله بتبقى disorder في الاستوفاجيال motility او حته ضيقه في الاستوفاجيال structure results in dysphagia. في كلمه تاني ممكن تحصل في الاستوفاجيال حاجه اسمها akalasia. akalasia دي condition in which there is incomplete relaxation of the lower esophageal sphincter that results in functional esophageal obstruction. يعني السفنكتر اللي موجود تحت في الاستوفيجاس ما بيحصلوش complete relaxation، ما بيفتحش كويس، فبيعمل لنا ايه؟ بيعمل لنا esophageal obstruction، مش بتعدي الاكل من الاستوفيجاس للاستومك، يقفل لنا، فبيحصل حاجة اسمها akalasia. يبقى akalasia او dilatation كده في الاستوفيجاس results an incomplete relaxation of the lower esophageal sphincter that leads to functional esophageal obstruction. ده شكل الأكاليزيا. عندنا اللو من تحت ده الاستوفيجاس اللي هو طويل، ومن تحت الاستومك والسفنكتر اللي موجود عند الجنكشن ما بينهم. السفنكتر ده لو ما حصلوش complete relaxation الاكل مش هيطلع فوق، مش هينزل من الاستوفيجاس للاستومك، فيحصل obstruction عند الاستوفيجاس و dilatation of the esophagus. الدايلاتيشن ده بنسميه أكاليزيا. في ديزيز تاني بيحصل في الاستوفيجاس اسمه esophageal varices او دوالي في الاستوفيجاس، esophageal varices او esophageal varices. وده بيحصل مع البيشنت بورتال هايبرتنشن، اللي بيبقى عندهم مشكلة في الليفر، هيباتيك سيروزز، عندهم تليف في الكافيت، يبقى عندهم ضغط البورتال فين بيبقى عالي، بورتال هايبرتنشن، فيحصل عندهم حاجة اسمها فاريسز أو دوالي في المريء، استوفاجيال فاريسز. يبقى بيحصل مع البيشنت سويس بورتال هايبرتنشن يوجوالي سكندري تو هيباتيك سيروزز. وشكله بيبقى عبارة عن abnormal dilated veins
abnormal dilated veins in the esophagus to bypass the obstruction of the portal venous return. Esophageal varices دي بتبقى usually located close to the mucosal surface, بيبقى تحت الميكوزا of the esophagus اللي هي feel veins dilated. فعلشان كده لو حصل اي تروما للميكوزا by swallowed food يحصل massive bleeding من الاستوفاجيال فارسز دي, يحصل massive bleeding into the gastrointestinal tract, يحصل نزيف من دوال المريء. يبقى استوفاجيال فارسز دي عبارة عن dilated veins موجودة في الاستوفيجس نتيجة البورتال هايبرتنشن اللي بيحصل مع الهيباتيك سيروزس. والفيروسز دي او الدايليتد فينز بتبقى موجوده تحت الميكوزا, فاي تروما في الميكوزا باي سوالوت فود هيحصل ماسيف بليدنج فروم ذا اسوفاجيال فيروسز انتو ذا جاسترو انتستينال تراكت. ليتر بقى ممكن الاسوفاجيال فيروسز يحصل لها رابشر لوحدها نتيجه الضغط اللي جواها, بيحصل رابشر اوف اسوفاجيال فيروسز, والرابشر ده بيبقى كان بي فيتال كومبليكيشن, يعني ممكن يموت البيشنت فيتال كومبليكيشن, وبيحصل اكتر مع الناس الالكحوليك مع الكرونيك الكحوليز. دي اسمها دوالي المريء. بعد كده الاستوفاجيال ميكوزا ممكن يحصل فيها انفكشن. The squamous mucosa of the esophagus can be infected by fungal infection by fungal organism زي الكانديدا albicans, وكمان ممكن يحصل infection بفيروسز زي الهربس سيمبلكس فيروس والسيتوميجالو فيروس. يبقى الانفلاميشن في الاستوفاجيال ميكوزا بيحصل ممكن نتيجة الانفكشن, وانفكشن ممكن يبقى بفنجال انفكشن بالكانديدا albicans او بفيروسز زي الهربس سيمبلكس والسيتوميجالو فيروس. الانفكشنز دول are more common in immunocompromised patients, بيبقى اكتر في الناس اللي عندهم الاميونيتي قليلة في الاميونوكومبرومايزد patients, and can cause severe pain and dysphagia. البيشنت يجي يشتكي من بين وديسفيجيا, مش صعوبة في البلع الاكل, وبين في الاستوفيجس. اوكي يبقى الانفكشن في الاستوفاجس ممكن يحصل بفنجل انفكشن او فيروس انفكشن. الانفكشنز دي بتبقى كومن في الناس الاميونو كومبرومايزد اللي هي الاميونيتي بتاعتهم قليله, وبيجوا يشتكوا من سيفير بين وديسفيجيا. نيجي نوصل لحاجه تاني كومن في الاستوفاجس اللي هي الجاسترو استوفاجيال ريفلوكس ديزيز اند باريتس استوفاجس. جاسترو استوفاجيال ريفلوكس ديزيز اللي هو اسمه جيرت, جاسترو استوفاجيال ريفلوكس ديزيز من اسمه it results from reflux of gastric content into the esophagus, يعني gastric content بترجع على بيحصل لها ارتجاع على الاستوفاجس, ده بنسميه جاسترو استوفاجيال ريفلوكس ديزيز. results from reflux of gastric content into the tubular esophagus, وده بيحصل نتيجة abnormal function of lower esophageal sphincter, أو بيحصل مع حاجة اسمها hiatus hernia. يبقى الجاستروفاجيال reflux بيحصل نتيجة مشكلة في function في lower esophageal sphincter, ما بيقفلش كويس, فالأكل بيرجع من الاستومك يروح على الاستوفيجس, أو نتيجة ناس عندهم زي فتاء كده في الديافرام, فحتة من الاستومك هتطلع لفوق ديافرام ويطلع الاكل منها يتضغط ويطلع على الاستوفيجس, دي بنسميها هايتس هيرنيا. الهايتس هيرنيا بيبقى فيها portion of the stomach is herniated through the diaphragm. يبقى الجاستروستوفاجيال ريفلوكس ديزيز اسبابه يا اما abnormal function of lower esophageal sphincter او الهايتس هيرنيا. جاستروفاجيال ريفلوكس ديزيز بيحصل فيه ان الجاستريك كونتنت بتطلع على الاستوفاجس. طيب الجاستريك كونتنت دي ايه مشكلتها؟ مشكلتها ان هي موجود فيها الاسيدز الجاستريك اسيد, ف
فال presence of acidic gastric content into the esophagus، وجود الأسيد ده في الاستوفيجاس بيعمل لنا inflammation كبير، marked inflammatory reaction in the esophagus. في الأول هنلاقي فيه increased intramucosal eosinophils، هنلاقي فيه eosinophils كتير في الميكوزا of the esophagus. وبعد شوية بعد الانفلاميشن ده يحصل ممكن ulceration، ulceration of the mucosa of the esophagus. يبقى نتيجة وجود الأستريك gastric contents في الاستوفيجاس هيعمل لنا marked inflammation characterized by intramucosal eosinophils، وبعد شوية يعمل لنا لو قعد الرفلكس ده مدة طويلة prolonged reflux هيعمل لنا metaplasia of the esophageal mucosa، هتتحول من squamous epithelium الى glandular epithelium. يعني بدل ما الاستوفاجس lined by stratified squamous epithelium هنلاقيه lined by columnar epithelium او glandular epithelium، ذا شبه بتاع السمول انتستين. الحكاية دي اللي هو تحويل الابيثيليوم من سكويموس لجلاندولر بنسميه باريتس استوفيجس، is called باريتس استوفيجس. يبقى this type of metaplasia is referred to as باريتس استوفيجس. بتبقى characterized by presence of intestinal type goblet cells، يعني هنلاقي السكويموس ابيثيليوم وذا استوفيجس تحول لكولامينر ابيثيليوم او لجلاندس ومعاها goblet cells شبه الانتستين، goblet cells سميها Barrett's esophagus. Barrett's esophagus لما بيحصل خلاص it will persist throughout life، هيفضل موجود على طول في البيشنت وممكن يمتد للproximal part of the esophagus. It may extend to involve the proximal part of the esophagus. ايه مشكلة ان الاستوفيجاس الابيثيليوم بتاعه بيتحول من سكويموس لكولامينر ابيثيليوم او لجلاندولار ابيثيليوم؟ مشكلة الميتابلاستيك ابيثيليوم ده ان بيبقى at increased risk for transformation into adenocarcinoma، بيعمل لنا في الاستوفيجاس adenocarcinoma which usually preceded by dysplasia، يعني في الاول بيحصل dysplasia في الابيثيليوم بعد كده بيتحول الى adenocarcinoma. هنا شكل من اشكال باريت استوفيجاس، هنا هتلاقوا على اليمين ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم ده النورمال ابيثيليوم ذا استوفيجاس، هنلاقيه تحول الى كولامنر ابيثيليوم او انتستاينال ابيثيليوم، وفي السيل في الجوبلت سيلز اللي هي فيها ميوسين دي فيها الجوبلت سيلز، وبعد شويه تحول لجلاندس. مشكله الابيثيليوم ده انه بعد شويه ممكن يحصل فيه ديسبليزيا وهيبقى transformed into adenocarcinoma. وده وصلنا لtumors of the esophagus. tumors of the esophagus احنا قلنا الاسophagus lined by stratified squamous epithelium، فcommon ان يحصل فيه squamous cell carcinoma. squamous cell carcinoma it is strongly associated with smoking or heavy alcohol consumption. الناس اللي هيفي سموكر او اللي بيشربوا الكحول كتير كومن ان يحصل لهم سكويموس سيل كارسينوما اوف ذا استوفيجاس. These tumors usually present with dysphagia، البيشنت يجي يشتكي من انه مش قادر يبلع الاكل كويس، وكمان بيجي بليمف نود ميتاسيز، اللي عنده الليمف نود لما نيجي نعمل اشعه نلاقيها كبيره. يبقى البيشنت بيجي اما بديسفيجيا او بليمف نود ميتاستاسيس. السكويموس سيل كارسينوما بتبقى ريلاتيفلي كومن ان سام جيوغرافيك ارياز، يعني كومن في حتت معينه معروفه كده اللي هي اوتسايد ذا يونايتد ستيتس، اند مي بي اسوشيتد وذ هيومن بابيلوما فيروس، كومن اكتر في اليابان والصين، وبيبقى commonly associated with human papilloma virus infection، أو ممكن يكون أسباب environmental أو nutritional factors in these endemic areas. في مشكلة عندهم أنواع أكل معينة بياكلوا spicy food كتير وأنواع حاجات معينة بيحطوها في الأكل بتاع
بتعمل الريتيشن للاستوفاجيه الميكوزا وتتحول وتبقى ديسبلاستيك، وبعد كده تعمل لنا سكويما سيل كارسينوما. يبقى في انديميك ارياس كومن فيها السكويما سيل كارسينوما اوف ذا استوفاجوس. يبقى السكويما سيل كارسينوما هي الموست كومن تيومر بيحصل في الاستوفاجوس، لكن ممكن كمان نلاقي في الاستوفاجوس ادينوكارسينوما زي ما احنا قلنا مع الباريتس استوفاجوس، هنلاقي في ادينوكارسينوما ودي ديفلوب اكتر في اللور بارت اوف ذا استوفاجوس، في الحتت اللي فيها انتستاينال ميتابليزيا او فيها باريتس استوفاجوس. وقبلها بيحصل ابيثيليال ديسبليزيا. Epithelial dysplasia usually precedes the development of invasive adenocarcinoma. بتحصل dysplasia قبلها ممكن months or years، تقعد مدة طويلة وبعد كده بيتحول لأدينوكارسينوما. علشان كده أي حالة عندها Barrett's esophagus أو Barrett's epithelium of the esophagus لازم كل شوية نعمل لها follow up بإندوسكوبك بايوبسي، يعني نعمل منظار وناخد عينة كل كام شهر كده ونشوف ان الابيثيليوم اللي في البارتس ابيثيليوم ده تحول بقى ديسبلاستيك او تحول لأدينوكارسينوما ولا لا. So من monitoring of Barrett's epithelium by serial endoscopic biopsy is usually employed to identify patients at high risk for invasive adenocarcinoma. لازم ايه نعمل لهم فولو اب وبنشوفهم كل شوية علشان نقدر نكتشف الادينوكارسينوما في المرحلة الاولانية. Endoscopic ablation of high grade dysplasia may delay or prevent the development of an invasive adenocarcinoma. انا لما نيجي نعمل منظار للبيشنت اللي عندهم باريتس استوفاجوس ولقينا عندهم ديسبليزيا، خدنا عينه وحللناها ولقينا عندهم هاي جريد ديسبليزيا اوف ذا باريتس ابيثيليوم، ممكن نعمل اندوسكوبيك ابليشن اوف ذا ديسبليزيا، يعني نشيل الحته اللي خالص اللي فيها ديسبليزيا. الحكايه دي بتقلل انه يحصل لهم بعد كده انفيزيف ادينوكارسينوما. لكن once invasive adenocarcinoma develops على طول البيشنت بيبقى عنده lymph node metastasis. common ان الادينوكارسينوما في الاستوفاجوس تعمل لنا lymph node metastasis can develop rapidly. once حصل lymph node metastasis التيومر بيبقى incurable by surgery، ما نقدرش نعمل عملية وبنشيله، بيبقى خلاص وصل لمرحلة أخيرة ما نقدرش نعمل عملية ونشيله، ان انفيزيف ادينوكارسينوما وصلت للليمف نودز. بكده اتكلمنا عن ديزيز اوف ذا اسوفاجس، شفنا الانفلاميشن وشفنا الاكاليزيا اللي هو الدايليتيشن، شفنا البارت اسوفاجس لما تحول الابيثيليوم بقى ميتابلاستيك ابيثيليوم، بعد كده شفنا التيومرز اللي كومن ليها سكويما سيل كارسينوما، وبعد كده اتكلمنا عن الادينوكارسينوما. And thank you.